تزال أعمال البحث عن جثث ضحايا حي طريق الباب وأرض الحمراء قائمة، هل هناك حصيلة جديدة لعدد الشهداء؟ نعم، يعني حتى هذه اللحظة ارتفع العدد إلى أكثر من 133 شهيد في حي طريق الباب وفي حي الأرض الحمراء، وما تزال أعمال البحث كما ذكرتم جارية حتى هذه اللحظة في ظل نقص المعدات الضرورية لإزالة الركام الهائل الذي خلفه هذين الصاروخين في هذين الحيين بالتحديد. ما تزال أعمال البحث جارية، أعداد الشهداء مؤهل للزيادة نتيجة العدد الكم الهائل من الجرحى، إضافة إلى أنه حتى الآن يتوقع الكثير من الناس أنه حتى الآن يوجد جثث تحت الأنقاض. نعم، أضعنا في صورة ما يجري في المدينة القديمة، وما هي المناطق التي وصل إليها الثوار؟ نعم، يعني بالنسبة إلى حلب القديمة، حاول الجيش النظامي يوم أمس استعادة حي السبا بحرات، هذا الحي الاستراتيجي بعد أن سيطر عليه الجيش الحر في الآونة الأخيرة. معارك شرسة خاضها الجيش الحر في سبيل التصدي للجيش النظامي. في البداية يعني الجيش النظامي اقتحم منطقة السبا بحرات، ولكن عند وصول التعزيزات من قوات الجيش الحر استطاعت صد الجيش النظامي واستعادة حي السبا بحرات بالكامل بعد قتل العديد من عناصر الأسد وتدمير دبابتين لقوات النظام. استطاع الجيش الحر بسط سيطرته على المنطقة بالكامل تمهيدا لاقتحام مناطق قريبة بإذن الله تعالى، يعني صد هجوم كان الأشرس على حلب القديمة منذ بداية المعارك في تلك الأحياء وحتى يوم أمس. نعم، طيب ماجد، نعم، هل من جديد بشأن مطار النيرب العسكري وباقي المطارات في المحافظة؟ بالنسبة إلى مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري، طبعا المرحلة الثانية ما زالت قائمة حتى الآن، يعني ربما يعني هناك صعوبة بالغة في اقتحام هذين المطارين، ولكن على العموم المرحلة ما زالت قائمة وهي مرحلة تحرير هذين المطارين بإذن الله تعالى. يعني الاشتباكات دائما جارية في محيط هذين المطارين، ولكن صعوبة الاقتحام ما تزال يعني نوعا ما صعبة بالنسبة للجيش الحر، ولكن هي قائمة. أما بالنسبة إلى مدرسة الشرطة، طبعا الجيش الحر أعلن اليوم أو منذ قليل تقريبا أعلن بدء معركة تحرير مدرسة الشرطة، هي آخر معاقل النظام في ريف حلب الغربي. حتى الآن اشتباكات ضارية جدا بين الجيش الحر وكتائب الأسد في مدرسة الشرطة أو محيط مدرسة الشرطة. الجيش الحر يستخدم الدبابات والمدفعية الثقيلة في هجومه على مدرسة الشرطة تمهيدا لتحرير هذه النقطة التي تعتبر آخر النقاط في ريف حلب الغربي. أما بالنسبة إلى باقي المطارات، مطار كويرس ومطار منغ العسكري أيضا هما تحت الحصار، ولكن اشتباكات نوعا ما حدتها خفيفة بالمقارنة مع الاشتباكات في باقي المطارات نعم، الأخرى. شكرا لك ماجد عبد النور، مراسل شبكة شام، كنت معنا من حلب.